طيب كده تمام، ده بالنسبة للحديث الساعة دلوقتي. طيب نروح لتصريحات وكيل باهر محمد، بيقول لك باهر ب 200 مليون جنيه. طبعا ده تحول ايا كان الرقم خزعبلي، ولكن الاول مفيش بيع، دلوقتي 200 مليون جنيه. ردك وهل هناك تعليق ليك؟ هو ما فيش تعليق رسمي من النادي الاهلي، لكن خلينا نقول يعني باهر المحمدي يساوي اكثر من 200 مليون جنيه، طالما الكلام معلوش جمرك زي ما بيقولوا، فخلينا ندخل المزاد. لكن طبعا النادي الاهلي اكيد لما ياخدوا خطوه رسميه هيكون في يعني حسم لهذا الملف، لكن ده احنا انفرضنا مع حضرتك منذ حوالي اكثر من 3 اسابيع، وقلنا باهر المحمدي في اقتناع من مستر فايلر ولجنه التخطيط في تحرك رسميا نحو التعاقد معاه، لكن في نفس الوقت رؤيه مجلس اداره الاسماعيلي في حرج شايفينه من جماهير الدراويش، فبيفكروا في بيع اللاعب خارجيا، ما يكونش فيه بيعه لداخل يعني جمهوريه مصر العربيه علشان الامور ما يكونش فيها حرج. لكن باهر المحمدي الولد نفسه عايز يكون موجود في الاهلي، ويكتب كتب اكثر من بوست او اكثر من تويت عبر تويتر بيوضح الكلام ده يعني، ويمكن كان في كلام من خلال مصادرنا انه اتكلم مع مسؤول الاسماعيلي انه يقدر يتنازل عن مستحقاته من اجل اتمام الصفقه، لكن النادي الاهلي مش هيدخل في ملف وفي الاخر الملف ده يكون في يعني طريق مسدود. لو شاف ان هيكون في بادره من ان يكون في تفاوض بشكل رسمي ده لا يتكلم معاه، لان باهر محمدي لعيب جوكر، يقدر يلعب ظهير ايمن، يقدر يلعب وسط، يقدر يلعب مدافع. لكن لو اداره الاسماعيلي عندها هذه الرؤيه فهيكون من الصعب ان يكون باهر المحمدي موجود بدايه الموسم القادم، ربما يتم الغاء الصفقه ليناير القادم يعني. طيب وليد أزارو كلام بيتردد بقوه على ان الاتفاق يرغب رسميا في شراء وليد أزارو. يعني يمكن خلينا نقول وليد أزارو هو ازمه الاهلي القادمه، لان وليد أزارو يعني هي كره اللهب اللي لسه النادي الاهلي مش عارف يعني هتروح لفين. زي ما حضرتك عارف عقد وليد أزارو اعاره من الاتفاق السعودي، اعاره الى الاتفاق السعودي، الاهلي لسه ليه 100,000 دولار عند الاتفاق السعودي لم يحصل عليهم، ففي محاولات من الحصول على هذا المبلغ، خصوصا ان ناديه السابق الاتحاد الجديدي عايز حوالي 40,000 دولار قيمه يعني 20% من قيمه الاعاره اللي النادي عمل. لكن أزارو عايز يعرف موقفه الموسم القادم هيكون ايه. نادي الاتفاق السعودي قال لم يحسم موقفه ولم يتم يعني توضيح الرؤيه، خصوصا ان تردد في الساعات الماضيه ان نادي يعني الاتفاق السعودي هيخش من اجل شراء اللاعب، لكن كان في تصريحات رسميه من مسؤول الاتفاق وبالتحديد مدير الكوره فايز السبيعي اللي قال لم نحسم ملف أزارو ولا حديث عن تجديد الاعاره او حتى دخول في بيع نهائي. لكن لو ناخد بقى رؤيه رسميه لمستر فايلر، لا هو في كلام وفي تفكير في بيع اللاعب، ويمكن النادي الاهلي عايز يبيعه بس مش عايز يقل عن 3 مليون دولار. ليه الاهلي عايز يبيعه؟ علشان يقدر يتيح امكانيه ضم مهاجم اجنبي ويقلل عدد الافارقه، خصوصا ان رؤيه فايلر ان أزارو ما بيناسبش طريقه لعبه، هو بينفذ اكتر طريقه لعب فرق بتلعب على الهجمات المرتده عندها تحفظ دفاعي شويه، عشان كده أزارو ما كانش بيكون موجود عند في حلول مستر فايلر في المباريات الاخيره قبل انتقاله على سبيل الاعاره يعني. فملف أزارو ملف شائك جدا، اعتقد الايام الماضيه تشهد فيه جديل، لان أزارو نفسه عايز يعرف موقفه، في نفس الوقت النادي الاهلي ما فيش تفكير في عودته بل بالعكس التفكير في بيعه، فربما يتم التسويق ليه في الفتره القادمه يعني. طيب نروح لباقي الاخبار الخاصه بملف النادي الاهلي يا ابو حميد. سامعني يا استاذ نصر؟ باقي اخبار ملف النادي الاهلي. خلينا نقول من ضمن الاخبار، ويمكن يعني ازمه بتواجهها لجنه التخطيط في النادي الاهلي برئاسه الكابتن محسن صالح، لان يعني في متابعات جاريه بملفات التعاقدات او ملفات عقود اللعيبه وامكانيه زياده المقابل المادي لبعض اللعيبه، يمكن في تبادل وتوفيق شغالين عليها بشكل كبير. البعض قال ان هيتم تعديل عقد احمد الشيخ وعلي لطفي، لكن الرد رسمي اللي جانا من لجنه التخطيط ان لسه باقي ليهم موسمين وما فيش امكانيه لتعديل عقدهم في الوقت الحالي. لكن يعني بالنسبه يعني مروان محسن ده تفكير ليه، لان عنده موسم متبقي فقط، ففي تفكير مع وكيل اعماله تامر النحاس ونابل امس لتجديد تعاقده. لكن يمكن بعض اللعيبه بتنتظر تجديد تعاقدها في هذا التوقيت، لكن النادي الاهلي ربما هيؤجل هذا الملف لاستئناف النشاط الرياضي، واكيد هيكون في شد وجذب من اجل تجديد تعاقدات بعض اللعيبه وانتظار لرؤيه مستر فايلر. في نفس الوقت ملف المعارين، يعني في الوقت اللي لجنه التخطيط عايزه تحسم هذا الملف، مستر فايلر مش شايف ان في وجه للاستعجال،
فيعني موقف ناصر ماهر النادي الاهلي ومستر فايلر عايز يعني يوضح رؤيتهم الفنيه ليه، لان ربما خلال الايام القادمه يكون في عرض من سموحه لتجديد الاعاره بالنسبه لناصر ماهر، لكن مستر فايلر ما اداش برضه قرار نهائي. وملف المعارين بشكل كبير، مستر فايلر يمكن احنا استقرينا وقلنا على بعض الاسماء، لكن هو مش عايز يدي الخطوط النهائيه الا مع وضوح رؤيه بخصوص النشاط الرياضي. كمان من ضمن الاخبار اللي معانا، مستر فايلر خد تقرير يعني من الكابتن فتحي مبروك، ويعني بخصوص قطاع الناشئين، ويمكن هيكون في جلسه مع عمرو انور كمان مدرب فريق الشباب علشان يناقش بعض اللعيبه والرؤيه الفنيه بخصوص بعض اللعيبه، خصوصا في الظهير الايمن وبعض المراكز اللي ربما الاهلي يحتاج لتدعيمها من فريق الشباب، وده يدي امكانيه لتصعيد بعض اللعيبه مع عوده النشاط الرياضي في الفتره القادمه. طبعا يعني يمكن من بعض الاخبار برضو المهمه عندنا، يمكن كهربا نزل بعض الصور ليه وهو بيأدي طبعا تدريبات، وقال انت تحاول والله يدري، وهو بيأكد يعني انه بيقدر يعمل اللي عليه، ويمكن منزل بعض الصور وهو بيمارس التدريبات الرياضيه في المنزل. وبالمناسبه يعني مستر فايلر بيتابع مع الجهاز الفني والجهاز البدني للعيبه التدريبات البدنيه اللي بيأدوها، وفي متابعه للاوزان بشكل يومي. فكهربا منزل بعض الصور وكانه بيغزل جماهير النادي الاهلي بانه مشتاق للعوده من جديد، واعتقد يعني يمكن كلنا مستنيين، مش بس كهربا مستنيين عوده النشاط الرياضي. برضو يمكن من ضمن الملفات المطروحه على لجنه التخطيط ملف تعديل عقد الشناوي، ويمكن ده يعني في اتفاق جماعي في الاهلي على هذا الملف، لكن ما فيش خطوات تمت فيه حتى هذه اللحظه، ويمكن ده الامر اللي ازعج الشناوي نفسه، ولكن اللاعب بيأكد يعني انه متمسك بالاهلي ومكمل، ويمكن شفنا حالته مع رامز جلال وردود الافعال الاهلاويه، واكيد كل الاهلاويه كانوا بيساندوه، يعني حتى يمكن هو منزل بوست وقال ده يا رامز جلال يعني هي دي الملاهي اللي احنا اتفقنا عليها، حلوه الملاهي. فيعني بيكد ان الموضوع بالنسبه له ما كانش مؤذي قوي، وطبعا الاهلاويه كلهم اتفاعلوا معاه ورامز رد عليه. فيمكن حاله الشناوي وكلامه مع رامز جلال النهارده كان ترند، برنامج كل الناس بتتفرج عليه والناس مبسوطه منه، لا يخرج من القالب الكوميدي، فالناس مبسوطه، والشناوي بيرد ورامز جلال بيرد، والاهلاويه بيؤكدوا على الثبات الانفعالي للشناوي. يعني يمكن احنا كلنا ويمكن القريبين من الشناوي عارفين قد ايه هو لعيب هادي، عنده ثبات انفعالي، ما بينفعلش على طول، محترم. فده كان واضح في حالته مع رامز جلال. في الوقت اللي ميدو كتب تويته يعني لامه شويه لما رامز جلال قال له تقدر تحط مين خط دفاع بترتاح معاه، فهو ذكر خط دفاع نادي الاهلي احمد فتحي وعلي معلول وايمن اشرف وياسر ابراهيم. فميدو كان بيقول اتمنى ان هو كان يقول خط دفاع المنتخب، يعني اعتقد يعني ميدو كان ممكن يقول بقى تشكيل المنتخب بس، مش خط دفاع. يعني هو الموضوع لا يخرج غير من الهزار، وراجل قال التشكيل اللي بيفتح له بحكم انه بيلعب فيه النادي الاهلي. فاعتقد الشناوي كان ترند على تويتر بسبب حاله رامز جلال. يعني طيب حد بس بيسأل على موضوع، أول مرة يجيني السؤال ده، أكاونت يا رب كرمك علينا، بيقول أحمد توفيق، مفيش كلام خالص عن أحمد توفيق في النادي الأهلي. أحمد توفيق على أحمد فتحي؟ أحمد توفيق، أحمد توفيق، مفيش كلام خالص، أحمد توفيق، مفيش كلام خالص عن أحمد توفيق في النادي الأهلي. لا 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 خالص خالص لا، يعني يمكن اتقال اسمه زمان لو حضرتك تفتكر، لكن حتى الاهلي نفى هذا الموضوع. احمد توفيق لا، مفيش كلام من النادي الاهلي معاه. عامة بص، احمد توفيق من اللعيبه المحترمين، ولكن الراجل مستقر ببيراميدز، لا لكن يعني ما اعتقدش انه بيتناسب. اكرم اخوه طبعا في الاهلي ومعار للجونه، وفي كلام انه هيرجع، لكن احمد توفيق بره الحسابات خالص تماما. طيب في اي اخبار تانية في النادي الاهلي يا ابو حميد سريعا؟ سريعا يعني يمكن برضه من متابعتنا في باقي الالعاب، النادي الاهلي هيجدد عقود لعيبه الكره الطايره الثلاثي احمد قطب ومحمد عبد المنعم ومحمد عادل. يمكن النادي الاهلي بياخد اللي بيعمله في كره القدم في باقي الالعاب، وبيحاول يجدد عقود اللعيبه اللي بتنتهي بنهايه الموسم القادم. ماشي، اشكرك شكرا جزيلا ابو حميد. شكرا يا احمد. شكرا جزيلا، تحت امرك. ده وقتنا خلص، وعندنا كمان 5 دقائق زيادة إن شاء الله بإذن الله في تمام 11 مساء كل يوم نلتقي، نشير على قد ما نقدر، ولايكات يا جماعة على قد ما نقدر، وإن شاء الله بإذن الله أخبار جديدة
ولايف جديد في تمام 11 من مساء اليوم الثلاثاء بإذن الله تعالى، وكل الأخبار في كل الاتجاهات.